نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي فريق 2005 ما شاء الله اللي بدا يسترجع لغه الانتصارات مره اخرى بيفوز على البنك الاهلي 2-0 في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. نروح نشوف مع بعض اهداف اللقاء اللي احرزهم اللاعب او احرز هدفي اللقاء احمد عز. دول هدفي اللقاء اللي احرزهم احمد عزت ضد البنك الاهلي. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا، عاملين ماتش كويس النهارده وربنا كرمنا كسبنا 2-0 واداء طيب زي ما بدانا ماتش كده، خامس ماتش على التوالي بنكسبه. هي مشكله اللي حصلنا من اول الحمد لله قدرنا نتخطاها ونمشي على طريق الصح، فاللعيبه بدات تفهم ايه المطلوب منهم وبيعدوا بشكل كويس الحمد لله. النتائج بدات تتغير اهو الحمد لله. الحمد لله يعني بشكر ربنا واللعيبه الرجاله على الماتش وعلى سلسله الانتصارات، وان شاء الله يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ عليها ونركب الجدول يعني فور بقى ان شاء الله. يعني الحمد لله احب اشكر اللعيبه والجهاز الفني على الرجوليه اللي كانت في الملعب. الحمد لله بقى لنا حاليا مش بنعمل حاجه غير ان احنا نكسب ونفكر في الماتشات الجايه يعني الحمد لله. الحمد لله على الاداء النهارده، ماتش بثلاثه بونت، اهم حاجه كان عندنا هو المكسب. الحمد لله ان احنا كسبنا وبشكر اللعيبه على الاداء وان شاء الله اللي جاي احسن. الحمد لله مستمرين على ماتشات كويسه وبنحاول ناخد على قد ما نقدر الثلاثه بونت مهما حصل، والحمد لله الماتش النهارده خدنا 3 بونت ونركز على الماتش الجاي ان شاء الله. الحمد لله النهارده خدنا 3 بونت ان شاء الله، نفكر في الماتشات الجايه والحمد لله بنكمل مسيره الانتصارات اللي احنا ماشيينها. الحمد لله بقى لنا 5 ماتشات ما فيش حد عطلنا وان شاء الله نفضل مكملينها. الماتش الجاي عندنا ماتش صعب ضد الزمالك، ان شاء الله ناخد 3 بونت باي طريقه بقى باذن الله ناخد 3 بونت. الحمد لله على المكسب والاداء، طبعا بشكر الجهاز الفني واللعيبه. الحمد لله يعني ضيعنا كتير بس حاولنا ناخد الثلاثة بونت وان شاء الله اللي جاي احسن. الحمد لله كانت كره من عرضيه وركزت نازل مركز ان انا اجيب جوان، والحمد لله جبت هدفين وخدنا الثلاثة بونت يعني الحمد لله. الحمد لله على المكسب طبعا وان احنا جبنا الثلاثة بونت، وكان فوز مهم جدا لان هي دي سلسله انتصارات ما ينفعش كانت تقف ابدا، وان شاء الله نروح الزمالك وناخد الثلاثة بونت ان شاء الله. ان شاء الله الفتره الجايه دي هنركز جامد جدا وهتبقى التمرينات كويسه لان الماتش محتاجينه ولازم نكسب طبعا. لفريق 2005 بقيادة كابتن شريف عبد الفضيل في المباراة القادمة أمام الزمالك اللي هتكون في 100 عقبة. نروح نشوف مع بعض نتائج مباراة الأسبوع الـ 14 من بطولة دوري الجمهورية مواليد 2005 وهنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. الأسبوع الـ 14 كان إنبي أمام غزل المحلة، انتهى بفوز إنبي 3-0، وأيضا الأهلي زي ما احنا شفنا المباراة الأهلي فاز على البنك الأهلي 2-0، فيوتشر تعادل السلبي أمام مصر مقصة 0-0، سيراميكا كليوباترا وتعادل ايجابي مع المصري 1-1، وفوز وادي دجله على سموحه 3-2، وفوز الاتحاد على الزمالك 2-0، وفوز فاركو على طلائع الجيش 1-0، وفوز المقاولين على شارع الدخان 1-0، وفوز الاسماعيلي على الجونه 3-2.